ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا أن حريقا مهولا اندلع مساء أمس الجمعة بإحدى الشاحنات المخصصة للنقل العابرة بالمعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا القرقارات جنوب مدينة الداخلة. وحسب مصادرنا فإن الحريق ناتج عن شاحن كهربائي بداخل الشاحنة، ما خلف حالة من الهلع لدى سائق الشاحنة ومرافقيها الذين سارعوا إلى إفراغ الشاحنة من حمولتها تجنبا لخسائر مادية مهمة. هذا وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بالسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، بينما فتحت السلطات المعنية تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساته الحقيقية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.